أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فهذه مقدمة عامة حول علم أصول الفقه وفائدته وضرورته لكل طالب لعلوم الشريعة أصولها وفروعها. وإنما وجب التذكير فقط بما سبق بيانه في سنوات سابقة بهذا المجلس المبارك من كراسي العلم، ذلك أن طالب العلوم، علوم الشريعة بصفة خاصة، لا بد وأن يحيط بالضروري، على الأقل بالضروري، من علم أصول الفقه، أصوله وقواعده وكل ما تعلق به، لأن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه لا يحتاجه الفقيه فقط، وإنما يحتاجه كل دارس لأي علم من علوم الشريعة. يحتاجه المفسر بصورة أكيدة جدية، لأن المفسر لا يمكنه أن يتطرق إلى كتاب الله جل وعلا بالبيان والتأويل والتفسير إلا إذا كان ملماً بهذه القواعد التي هي قواعد أصول الفقه، لأن المفسر هو فقيه أيضاً، إذ سيتعرض لآيات الأحكام، وقبل ذلك وبعد ذلك، ليس فقط لأنه سيتعرض لآيات الأحكام وهي آيات تتضمن أحكاما من الحلال والحرام وما تعلق بالأحكام الخمسة من العلم، ولكن أيضا حتى في الآيات الأخرى التي قد لا تتعلق بآية الأحكام ولكن تتعلق بالعقائد أو بالقصص أو بالوعظ أو بالبشارة والنذارة إلى غير ذلك من الوعد والوعيد، كل ذلك لا يستطيع المفسر بيان مقصده التأويلي التفسيري إلا بالتعرف على قواعد التفسير التي هي في الأصل، أقول قواعد التفسير في الأصل، قواعد وضعها علماء أصول الفقه عبر التاريخ. ولعل الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان يسطر ما سطر في كتاب الرسالة، وهو يقصد أن يضع منهاجا للمتفقهين لدراسة الكتاب والسنة، قد وضع فيما وضع منهاجا لفهم كتاب الله جل وعلا. فإذن المفسر هو أيضا بالضرورة في حاجة إلى قواعد علم أصول الفقه. ثم أيضا دارس السنة وعلوم الإسلام، إما مأخوذة من الكتاب أو من السنة. ثم أيضا قلت دارس السنة، لأن غاية السنة من حيث يعني علوم السنة بصفة عامة، إما أن تتعلق العلوم بها من حيث إثباتها، وهذا هو المتعلق بعلوم السند والرجال والمصطلح أيضا وما تفرع عن هذا وذاك من معاني إثبات الأحاديث النبوية الشريفة، إما هذا، وإما أن الأمر في دراسة السنة يتعلق بفقه السنة أو ما يسمى بأحاديث الأحكام أيضا. فكلا الأمرين وكلا الصنفين وكلا العلمين من إثبات السنة أو فقه السنة، كل أولئك في حاجة إلى علم أصول الفقه أيضا، لأن الأصوليين تحدثوا عن السنة إثباتا ونفيا، أي من حيث أسانيدها ومن حيث نصح الأمة الأخبار وقبولها، أخبار الآحاد وأقسام ذلك، كل هذا له دروس وله قواعد وله أصول في كتب أصول الفقه. وكثير من القضايا التي يدرسها المحدثون من حيث الإثبات وعدم الإثبات، من حيث الاحتجاج والحجية، حجية المرسل، خبر الآحاد، كل ذلك في حقيقة الأمر ولو وجدته في كتب علماء الحديث فهو في الصلب مادة أصولية. أما ما يتعلق بأحاديث الأحكام من حيث فقه السنة، فهذا يعني أوضح وآكد وأبين، فذلك لا بد أن يكون من صلب علم أصول الفقه. وأنا شخصيا أسمي الدراسات التي تناولت كتب السنة من حيث الأحكام، أسميها
علم أصول الفقه المطبق. علم أصول الفقه منه ما هو نظري وهو الذي تجده في كتب الأصول، يعني كالرسالة والإحكام للآمدي والمصطفى الغزالي والموافقات للشاطبي وهلم جرى وهلم جرى، كتب تنظر للعلم وتبين العلم من حيث هو نظر، من حيث هو قواعد وكليات وأصول. لكن كتب الأحكام الحديثية وكذلك آيات الأحكام هذا وذاك تجد فيها أصول الفقه المطبق. فلو مثلا نظرت إلى كتاب القبس لأبي بكر بن العرب المعافري الذي هو كتاب في شرح الموطأ للإمام مالك، أو نظرت إلى كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي في شرح موطأ مالك، أو نظرت إلى كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني وما شابه هذا وذاك، فهذه كتب في فقه الحديث تجد فيها فعلا أصول الفقه مطبقا أحسن ما يكون التطبيق. والدارس لعلم أصول الفقه إن أراد فعلا أن يكتسب خبرته وليس فقط أن يتلقى معلوماته، فرق كبير بين الأمرين. أن تتلقى المعلومات يعني أن تحفظ العلم أو ذاك، فقد استجمعت المعلومات يعني الأساسية والضرورية الموجودة في هذا العلم أو ذاك، يعني أي خلاصة في أصول الفقه تغنيك وتكفيك. لكن إن أردت أن تكون خبيرا بالأصول أي لك خبرة ولك قدرة أيضا أنت على النظر وتجديد النظر في هذا الدليل أو ذاك، فلا بد وأن تدرس علم أصول الفقه المطبق الذي تجده في مثل هذه الكتب. فكتاب نيل الأوطار للشوكاني مثلا كتاب غني جدا بالقواعد الأصولية المطبقة، تراها كيف تتعلق بالدليل ثم كيف تقوم باستخراج الحكم من الدليل وبيان تنقيح ذلك المناط أو تحقيقه أو تخريجه قبل ذلك إلى أن تراه حكما راجحا أو مرجوحا إلى غير ذلك من الاجتهادات التي يقوم بها المصنف أو الباحث أو الدارس. وكذلك في الكتب المالكية مما مثلت به ككتاب القبس، فعلا كتاب حجمه في مجلدات ثلاثة فقط على وجازة حجمه كتاب قد جمع من العلم أغزار ما يكون الجمع، وتحدث يعني عن الجانب الأصولي لأنه سعى صاحبه كما قال في مقدمته سعى إلى بيان أصول مالك والتنبيه عليها كلما وردت الإشارات إلى ذلك في موطئه رحمه الله أي موطئ مالك. فابن العربي المعافري كان يسعى كلما كانت هنالك إشارة ظاهرة أو خفية من مالك رحمه الله في موطئه إلى أصل من الأصول يقوم ببيانها والتأصيل لها، ولو اصطلاحات عجيبة جدا في كتاب القبس. وكذلك طبعا المنتقى للباجي، والباجي معروف أنه يعني هو الذي أرسى قواعد مذهب مالك في زمان كان يعيش فيه الإمام ابن حزم عدو المالكية الشهير، هذا معروف. أيضا في كتب آيات الأحكام، ولا نذهب بعيدا لنمثل بأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المعافري، وأيضا لك أن تمثل بغيره ككتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي للجصاص وهو حنفي. هذه الكتب وأضرابها والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي الأندلسي، هذه أيضا تجد فيها القواعد الأصولية مطبقة بغزارة وبكثافة، فتدرس فيها علم أصول الفقه المطبق، وهذا يمكن الإنسان من اكتساب الخبرة العلمية وليس المعلومات العلمية وحسب. فإذا خلاصة الأمر أن أصول الفقه نافع جدا بل ضروري لكل طالب لعلوم الشريعة، قلت أصولها وفروعها. من هنا إذن نخلص إلى أن الإنسان يجب أن يكتسب أولا في هذا العلم، يعني كأنه نوع من الترتيب المنهجي لطلب هذا العلم، لا بد وأن يكتسب مقدمة نظرية فيه، لا بد وأن يعني يكتسب مجموعة من المعلومات الكافية التي تكفيه ليتقن مصطلحه، حتى إذا يعني وجد لفظة في كتاب من كتب الفقه
لفظة أصولية يعني مصطلحا أصوليا في كتاب من كتاب من كتب كتب الخلاف العالي والفقه المقارن كما يسمى في هذا العصر، أو في آيات الأحكام أي كتب دراسة آيات الأحكام مما مثلت به أو أحاديث الأحكام، فاهم المراد إذا وجد مصطلحا فيقول مثلا وهذا المعنى أو هذا الحكم إنما أخذ عن طريق فهم المخالفة مثلا، أو هو من قاعدة سد الذرائع، أو إنما أخذ مالك هذا المعنى بناء على قاعدة مراعاة الخلاف أو سد الذريعة أو غير ذلك من الألفاظ الإصطلاحية الخاصة بأهل هذا الشأن، كلما وجد عبارة من هذه العبارات فهم المراد، لأن هذه المصطلحات هي المفاتيح التي يفتتح بها باب العلم. وهذه المصطلحات إنما تؤخذ أولا بالنظر أي بالعلم النظري، لا بد من مقدمتين أو ملخص يدرسه الطالب في هذا المجال ليفهم مصطلحات أهل الشأن، ثم إضافة إلى ذلك يحيط بأهم المباحث الموجودة في هذا العلم حتى لا يغيب عنه مبحث من مباحثه. لا بد وأن يعرف أن الأصوليين يدرسون الأدلة بهذا الشكل، يدرسون الكتابة والسنة والإجماع وتفسير الأدلة الأخرى، ثم لا بد وأن يعلم أنهم يدرسون في الكتاب أو في غير ذلك، يعني أحيانا يأتي في باب الكتاب في باب دليل الكتاب أو في باب مستقل ما يسمى بمباحث الأقوال، وهي القواعد اللغوية الدلالية التي يدرسها الأصوليون من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين وما تعلق بهذا وذاك من وضوح الدلالة وإبهامها إلى غير ذلك من المراتب التي علم أن الأصوليين درسوها في هذا الباب. لابد وأن يعلم الاصطلاحات والمفاهيم التي استعملوها في هذه الأبواب جميعا، لابد وأن يلم بشيء أو بالأساس من مقاصد الشريعة، وجانب مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه ولا ينبغي فصله عنه كما زعم بعضهم إلى غير ذلك. إذن من الأبواب التي درست في هذا العلم لا بد وأن يحيط بأهم الأبواب التي درست في علم أصول الفقه. إضافة إلى هذا وذاك لا بد وأن يعلم اختلاف المختلفين حول الأحكام الأصولية، ولا أتحدثنا عن الأحكام الفقهية، لا عن الأحكام الأصولية. هل العموم يعني هو قطعي الدلالة على معناه قبل تخصيصه، أم يكون ظنيا وإنما يقطع به بعد تخصيصه، وإذا خصص هل يبقى قطعيا على المعنى المخصص أم لا يبقى أم يبقى على الظن إلى غير ذلك من الاختلافات التي وردت. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم ليس نهي عن ضده، هل يجوز أن يقع التكليف على المشركين أيضا أم لا يجوز أن يقع التكليف على المشركين، لأن ذلك يترتب عنه فقهون، لأن هذه الاختلافات كلها يترتب عنها فقهون، وبعضهم قد يظن بأنه بعض الاختلافات لا يترتب عنها فقه، بل كثير من الاختلافات الأصولية يترتب عليها اختلاف أيضا في 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 في, في الجانب الفقهي وفي الأحكام التي يقول بها هذا الفقيه أو ذاك. هل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ اختلاف العلماء لا بد وأن يلم به طالب العلم حتى يعلم المذاهب وأقوالها ويعلم أدلة كل مذهب وكيف أرجح هذا قوله وكيف أرجح الآخر قوله، لأنه بغير ذلك يكتسب الخبرة الحقيقية لهذا العلم أو ذلك. إذن هذه جملة عامة من البيان للجانب النظري من العلم لا بد وأن يلم به طالب العلم أي علم، يعني سواء كنت تريد أن تدرس الحديث أو تريد أن تدرس الفقه أو الأصول أو العقائد أو اللغة، لا بد وأن تلم بالمبادئ النظرية. وهذه المبادئ النظرية دأب العلماء علماؤنا عبر التاريخ على وضعها في كتيبات ميسرة ملخصة وشرحوها شروحا مختلفة، ولهذا والحمد لله نجد الآن بين أيدينا كثيرا من هذا النوع من المصنفات لدراسة هذا العلم أو ذاك عبر خلاصة، يعني يقوم المتدارسون للعلم بشرحها وبتدارسها حتى ترسخ في أذهانهم أصولها النظرية وكلياتها التقعيدية. فإذا حصل لطالب العلم هذا
يعني القدر الكافي من النظر في العلم، القدر الكافي، ولا ندعي أنه سيحيط الإحاطة التامة، لأنه لا وجود لعلم يستطيع الإنسان أن يحيط به الإحاطة التامة، وإنما المحيط بالعلوم كلها رب العالمين جل وعلا. فإذا الكافي نقول هكذا القدر الكافي، فآنئذ ينبغي أن ينتقل إلى المجال التطبيقي، وكلامنا الآن عن علم أصول الفقه. يعني إذا استطاع أن يلم بأهم المبادئ الضرورية لهذا العلم، وجب أن يدرس أصول الفقه مطبقة على آية الأحكام أو على أحاديث الأحكام أو عليهما معا، إذا جمع بين الأمرين فهو أحسن، وإذا وسعه الزمان وواتته الظروف فذلك شيء حسن، والمتفرغ لطلب العلم قطعا هذا شأنه في العادة، لا بد أن يدرس آيات الأحكام وأحاديث الأحكام مطبقة عليها أصول الفقه وقواعده، وهذا موجود كما بينت آنفا وكما أشرت إليه وضربت أمثلة لهذه الكتب ولهذه المصنفات مع بعض البيان لبعض المذاهب الفقهية في هذا وذاك. إذا حصل له هذا النوع من الإحاطة بإذن الله، فإنه يتهيأ آنئذ ليكون أو لتكون له خبرة، فإنه يتهيأ آنئذ لتكون له خبرة فقهية. ما معنى ذلك؟ أي سيحصل الملكة الفقهية، وهذا هو أهم شيء في طلب هذا العلم، تفرق بين الفقيه بالمعنى الحقيقي للكلمة وبين ناقل الفقه، بين المفتي وبين ناقل الفتوى أو راوي الفتوى. فليس كل من اكتسب معلومات في الفقه بفقيه، وليس كل من نقل فتوى بمفتي، طبعا كلا، إنما الفقيه هو من يفقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا ألقي عليه دليل القرآن أو دليل السنة يفقه عن ذلك كيف، هذا هو السر في المسألة، هذه الملكة، يفقه كيف ينزل ذلك الحكم على وزان النازلة، يستطيع أن يستنبط المعنى تخريجا وتنقيحا، ثم يستطيع أن ينزله على النازلة على وفقها بما تقتضيه ظروف الزمان والمكان والإنسان، وهو ما يسمى بتحقيق المناط عامه وخاصه. إذن هذه خبرة، هذه ملكة، وهذا هو الفقيه حقيقة، وهذا لا يتأتى لمن حفظ المتون فقط. حفظ المتون شيء حسن، ما ينبغي أن يقال إنه يعني أساليب رديئة وكذا، لا، المشكلة أين هي؟ المشكلة في الوقوع وعلى الاستظهار فقط، بل يجب أن، وإنما هي مرحلة أولية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى مرحلة أخذ الخبرة، لأن شأن المتني أن يعطيك معلومات والمعلومات لا تكفي، لا بد وأن يكتسب الإنسان الخبرة، لأن الخبرة هي التي تولد الحكمة، وهو إحسان تنزيل المعنى على محله وعلى وفقه. قد يكون المعنى في ذهنك، هذا علم، لكن لا تكون لك الخبرة على تنزيله على محله المناسب، هذه خبرة أو حكمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، وليس الكتاب وحسب، والحكمة، وإنما الحكمة وضع الشيء في محله، وهي السنة، لأن السنة ماذا كانت تصنع؟ السنة كانت تنزل أحكام القرآن على ما يناسبها في الواقع، وتلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان حكيما حقا. والمؤمن الذي ينبغي أن يتفقه في دين الله وأن يسير بالعلم تجديدا وتطويرا واكتسابا للحوادث والنوازل، لا بد وأن يسير على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام من تنزيل المعاني على وفقها وعلى محلها، وهو السنة، يعني أنه على منهج السنة ومنهاجها، من حيث إن له القدرة في الأحكام على تنزيل الأحكام على وفقها ومحلها بشروط الزمان والمكان والإنسان. هذا المعنى العظيم هو الذي يجعل الإنسان فقيها حقيقة، وهذا الذي ينبغي أن يتجدد فينا، مع الأسف هذا الذي مات فينا،
لأنه أتى على الأمة حين من الدهر، يعني صارت تحفظ المتون وتتبارى في التباهي بالاكتساب لكثير من المعلومات، ولكن مع الأسف لا تحسن توظيف تلك المعلومات. وإنما الفقه هو إحسان توظيف المعلومات لا جمع المعلومات وحسب، هذا الفقه، إحسان وإتقان توظيف المعلومات على حسب ما تقتضيه الظروف، ظروف الإنسان والزمان والمكان كما عبرت آنفا. هذا المنهج وهذا الأسلوب بحول الله عز وجل من الجمع بين النظر وبين التطبيق، بين أصول الشيء وبين تصريفه أو كيفية تصريفه في فروعه. هذا المنهج أو المنهاج هو الذي يكسب طالب العلم خبرة فعلا ويكسبه ملكة الاجتهاد. ملكة الاجتهاد تبدأ بصورة جزئية في الإنسان وتتوسع تتوسع من ترسخ في العلم وطلبه بقدر ما يرسخ هو في طلب العلم، بقدر ما تكون له الحنكة وبقدر ما يكتسب العلم والخبرة والحكمة في التعاطي لهذا العلم أو ذاك. إذن بحول الله جل وعلا سنحاول أن ندرس جملة من أصول مالك، جملة من أصول مالك رحمه الله من خلال الرسالة التي أشرت إليها آنفا، وهي رسالة محمد بن حيان الولاتي أوجز المسالك إلى أصول الإمام مالك، وقد اطلعت عليها، رسالة لطيفة جدا حسنة جامعة لأهم ما ورد عن مالك رحمه الله وعن أتباعه ومؤسسي المذهب المالكي بصفة عامة في المجال الأصولي.